الآن إلى مقال اليوم وعنوانه مقومات الأمن القومي العربي في حسابات الأمن القومي الصهيوني، المنشور في صحيفة رأي اليوم للكاتب والمحلل السياسي نواف الزرو. يقول الزرو في مستهل مقاله: كأن ما يجري في الدول العربية من حروب داخلية وخارجية وفوضى وتخريب وانهيار للأمن القطري والقومي العربي على حد سواء إنما يلبي مخططات صهيونية قديمة. ويتابع: فضرب الوحدة الوطنية وإغراق الأمة العربية بالنزاعات والحروب الداخلية إنما تؤدي في الحاصل الاستراتيجي إلى السيطرة الاستراتيجية الإسرائيلية على منطقة الشرق الأوسط برمته. يرى الكاتب أن إسرائيل اعتبرت أن العلم والتكنولوجيا والاقتصاد من أهم عناصر القوة لها، فحرصوا على تطوير قدراتهم وعلى تعطيل تطور العرب العلمي. وبرأي الزرو أن الهدف الرئيسي للسياسات الإسرائيلية هو السيطرة الإقليمية على الشرق الأوسط بأكمله، والمخطط الإسرائيلي هو تحييد الفلسطينيين والسيطرة التامة عليهم حتى تتفرغ إسرائيل لتحقيق أهدافها الحقيقية. للحديث حول فكرة المقال نرحب بالكاتب والمحلل السياسي نواف الزرو. أستاذ نواف صباح الخير. صباح الخير، أهلين أستاذ مهند، يعطيك العافية. أهلا بك أستاذي. بالنظر إلى حال الشرق الأوسط، ما مدى إنجاز إسرائيل لأهداف سيطرتها على المنطقة؟ يعني أنا أعتقد أن تفاصيل المشهد الماثل أمامنا واضحة جدا منذ سنوات عديدة. أعتقد أن هذا المخطط الصهيوني القديم الذي يعود إلى ربما مطلع الخمسينيات من القرن الماضي يجري تحقيقه تباعا على الأرض. فهناك بصراحة الأهداف الإسرائيلية الاستراتيجية فيما يتعلق بالوضع القومي العربي، هذه الأهداف تتحقق تدريجيا، وذلك بفضل السياسات الرسمية العربية المطبعة. الدول العربية التي قررت أن تتوجه للتطبيع الشامل مع إسرائيل إنما تخدم أمن واستقرار دولة إسرائيل على حساب الأمن القومي العربي. هم نادوا الآباء المؤسسون للحركة الصهيونية، عملوا ونادوا منذ البدايات بمنع الوحدة العربية، لأن أي وحدة عربية ما بين أي دولتين عربيتين إنما تشكل من وجهة نظرهم تهديدا استراتيجيا ووجوديا لإسرائيل. كما قرروا وهم يعملون بصراحة، قرروا وقراراتهم ليست قدرا، ولكننا نحن عربيا لا نعمل على إحباط قراراتهم. قرروا أن يمنعوا عن الأمة العربية وعن المجتمعات العربية كل وسائل وأدوات التطور التكنولوجي والعلمي، وقرروا أن تبقى الأمة العربية أصلا في حالة أمية. يهوشفات هركابي رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية سابقا وهو باحث كبير قال في يوم من الأيام: حتى تستمر السيطرة الإسرائيلية على الشرق الأوسط وعلى المحيط العربي يجب أن تعمل على تفكيك عناصر العلم والتعليم وأن تحرص على بقاء الأمة العربية أمية. فهذه عوامل النهوض والقوة العربية في حالة استهداف بصراحة من المخططات والدوائر الصهيونية. والحالة العربية الراهنة التي نتابعها في فلسطين ولبنان والمنطقة العربية إنما تؤكد لنا أن العدو نجح إلى حد كبير في تفكيك عناصر القوة العربية التي ربما كانت قائمة في يوم من الأيام، وخاصة في سنوات الخمسينيات والستينيات. نعم أستاذ نواف، وجود المقاومة والحروب والمعارك التي تخوض مع الكيان الإسرائيلي، برغم أن هذه المعارك تسبب حالة من البلبلة ربما وعدم الاستقرار في المنطقة، لكن أثر وجود المقاومة على الخطط الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية في الشرق الأوسط؟ بالتأكيد أي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية والعربية إنما تعطل نسبيا المخططات الصهيونية على الأرض. فلسطين تحتاج إلى مقاومة شاملة من أجل إنقاذها من براثن ومخالب المشروع الصهيوني. المقاومة العربية يجب أن تمتد وتتوسع حتى تشمل كل الجبهات العربية الممكنة. لا يمكن إحباط المشروع الصهيوني بكامله إلا إذا تحركت الأمة العربية بكاملها. نعم طيب أستاذ نواف، أستاذ نواف، كيف يمكن الموازنة بين
إفشال المخطط الاستيطاني التوسع الإسرائيلي وأيضا المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة؟ لا نستطيع إطلاقا أن نتحدث عن مخطط توسعي إيراني بمنتهى الوضوح والصراحة يستهدف الأمة العربية. لإيران كدولة إقليمية مشروعها ومخططاتها وأهدافها، ولكنها من وجهة نظري ليست توسعية على حساب الأمة العربية إطلاقا، وعلى خلاف المشروع الصهيوني وهو مشروع استعماري استيطاني اختلاعي يستهدف فلسطين والأمة العربية، وهو يعمل على استعمار المنطقة أو الهيمنة الاستراتيجية على المنطقة بكاملها. نعم، بدي أشكر وجودك معنا الكاتب والمحلل السياسي نواف الزر، وكنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.